شهدت محافظة الفيوم في عيدها القومي افتتاح منطقة السواقي بعد تطويرها، وذلك بعد إغلاقها لمدة 3 سنوات بسبب تطوير ميدان السواقي. هذا وقد شمل تطوير منطقة السواقي إنشاء العديد من البازارات التي تعرض منتجات الحرف التراثية واليدوية، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والكافيهات، فضلا عن مسرح روماني مكشوف ونصب تذكاري. السواقي هي اسم اشتهر طبعا وارتبط بمحافظة الفيوم على مدار التاريخ كله، هي معلم من معالم الفيوم الأثرية الكبيرة. خلينا أقول إن احنا منطقة النهاردة بنفتتح منطقة استثمارية سياحية ترفيهية كبيرة، تشتمل على محلات تجارية ومحلات ترفيهية وسياحية تبقى متاحة لكل أبناء المحافظة. تطوير منطقة السواقي أخذ مننا تقريبا سنة، وده طبعا لأن التطوير كان يشمل مرحلتين، مرحلة البنية التحتية في هنا خدمات خطوط مية وصرف وغاز، والتطوير الإنشاءات. احنا ما كانش في أي حاجة من دي موجودة، تم إنشاء عدد 18 وحدة تصلح للمطاعم والكافيهات، عدد 12 كيوسك يصلح لجميع الأنشطة.